بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الأنبياء والمرسلين، المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شع نور اليوم من جوف الكعبة المشرفة وامتد إلى آفاق العالم. لقد ولد اليوم سيف الرسالة الخالد ودرعها العظيم والقربان الأول ومحكم صرح الدين وعزه والمصدق الأول بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ونهجه القويم. وكيف أحصي ثناه وإن فضائله لا تحصى وفواضله لا تقضى. المعلن فيه الخاتم خرج الإسلام كله إلى الكفر كله، وهو باب علم المصطفى ومنهل الحكمة والقرآن الناطق، وهو والحق صنوان بلا فارق، وهو زوج الصديقة الطاهرة وأبو الأئمة الغرر، والعابد بلا خوف ولا طمع، وهو مفتاح الفلاح وميزان التقوى ومحرار الإيمان ومحور المبادئ والقيم. الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الساحة المقدسة سيدنا مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، وإلى الأمة الإسلامية كافة، خصوصا إليكم أيها الحفل الكريم بذكرى ولادة إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وخير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الحاج فؤاد نحلة، نستقبله مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. قد أفلح من أعاد الصلاة على حب أمير المؤمنين على محمد وآل محمد. الله عظم قدر جاه محمد وأتاه فضلا من لدنه عظيما، في محكم الفرقان في محكم القرآن قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيبا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أتربا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. هدية إلى مولانا أمير المؤمنين، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد.